بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله ابنائي طلاب الصف الخامس ابتدائي في درس جديد ومهاره جديده في ماده التربيه البدنيه معي انا الاستاذ ماجد الحميدان. درسنا لهذا اليوم راح نختم فيه وحده العاب القوه، راح نتكلم عن الوثب العالي بالطريقه السرجيه والمواد القانونيه الحديثه التي تحكم المسابقه. نذكر دائما بالمتطلبات اللي يفترض اليوم انتم تذكروني اياها لاننا ذكرناها بجميع الحصص وفي جميع المراحل لازم نحفظها ونأديها سواء كنا نمارس الرياضه ام لم نمارس لكن من الافضل ان نمارس الرياضه وايضا نحافظ على هذه المتطلبات اولا نتجنب السهر وننام لمده كافيه ليلا اثنين. لبس اللبس الرياضي المناسب لأداء الأنشطة الرياضية ثلاثة تناول ثلاث وجبات صحية فطور غداء وعشاء وفي أوقاتها وفي المنزل أربعة الوقوف في المكان المناسب أو أداء التمارين في المكان المناسب لأداء الأنشطة الرياضية ولما نقول آمن آمن من حيث التهوية ما في أتربة أو غبار ايضا ما يكون في عوائق قد تتسبب لك في اصابات لا سمح الله، اخيرا شرب كميات كافيه من المياه حتى نعوض السوائل اللي يفقدها الجسم اثناء ممارسه النشاط البدني، وشرب الماء يفترض اساسا يكون حتى لو لم نمارس الرياضه، حتى لو لم نشعر بالعطش، راح ينعكس عليك وعلى صحتك وعلى اشياء كثيره في جسمك. يعطيكم العافيه ابطال، المتطلبات انتهينا منها، الفوائد كثيره جدا، وتكلمنا في دروس كثيره سابقه كيف ننمي اللياقه القلبيه التنفسيه بممارسه الانشطه الهوائيه او الرياضه باستمرار. اثنين تحسن صحه عقلك ومزاجك، ايضا تظهر شكل جسمك بشكل جميل ومتناسق وتقيك باذن الله من الامراض مثل السمنه والسكري وتخليك قادر على ممارسه جميع اعمالك اليوميه خصوصا الرياضيه. عرفنا المتطلبات يا ابطال وعرفنا الفوائد، جاهزين ننتقل للاحماء، دائما اول تمرين معنا الجري الخفيف في المكان، على القدمين قف لابسين اللبس الرياضي المناسب، واقفين في المكان المناسب يا ابطال مع بعض. تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسعة عشر يعطيكم العافيه يا ابطال كذا نكون انتهينا من الجزء الاول من التمرين الاول الان راح نكرر نفس التمرين لكن نزيد السرعه قليلا جاهزين يا ابطال مع بعض تمرين جماعه ابتدي واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال انتهينا من التمرين الأول ننتقل للتمرين الثاني تبادل فتح القدمين عرضا تبادل فتح القدمين عرضا جاهزين أبطال يدين في المنتصف تبادل فتح القدمين عرضا تمرين جماعة ابتدي ايه؟ واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر أبطال يعطيكم العافية نعيد تكرار نفس التمرين ريح عشر ثواني فقط ثم نعيد تكرار نفس التمرين جاهزين يا أبطال نضم القدمين اليدين في المنتصف تبادل فتح القدمين عرضا تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان عشر يعطيكم العافية أبطال انتهينا من التمرين الأول انتهينا من التمرين الثاني الآن نبضات القلب ارتفعت نحاول نرجع نبضات القلب للمعدل الطبيعي أو أقل مما هي عليه حتى نستطيع الاستمرار في ممارسة الأنشطة ودائما عندنا عملية نسويها وأكيد حفظتوها اللي هي عملية إيش يا أبطال أبطال عملية الشهيق الزفير طيب من يقدر يشرح لي عملية الشهيق والزفير يا أبطال أبطال سحب الهواء من الأنف بكل هدوء نمسك قليلا ثم نخرج بكل هدوء من الفم جاهزين يا أبطال مع بعض نسويها ابطال ابطال يعطيكم العافيه التمرين الثالث ثاني الجذع ناحيه اليسار عدتين وناحيه اليمين عدتين بالشكل هذا يسار اثنين يمين اربعه مع بعض يا ابطال تمرين جماعة ابتدي ايه يسار اثنين يمين اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة يسار اثنين يمين أربعة وح اثنين ثلاثة أربعة يسار اثنين يمين أربعة وح اثنين ثلاثة أربعة يسار يمين أربعة ثلاثة أربعة يسار يمين أربعة ثلاثة أربعة يسار يمين أربعة وح ثلاثة أربعة اخر مره جماعه قف يعطيكم العافيه ابطال كذا نكون انتهينا من التمرين الاول والثاني الثالث ننتقل للتمرين الرابع ودائما نذكر بالتمرين وطريقه اداء التمرين بشكل صحيح حتى نستفيد منه تمرين سكوات اللي هو النزول بشكل مستقيم كاملا والصعود بشكل مستقيم حتى نستفيد من التمرين نفتح القدمين باتساع الكتفين او اوسع قليلا تكون اليدين امام مقدمه الجسم لحفظ التوازن النزول بشكل مستقيم ما نحاول يكون في ثني مبالغ فيه في الجذع حتى ما نشعر باصابات في اسفل الظهر جاهزين يا ابطال مع بعض تمرين جماعة ايه ابتدي واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية يا أبطال نحرك القدمين شوي قبل أن نكرر التمرين نحركها بالشكل هذا يفك الضغط اللي شعرنا فيه في القدمين أثناء أداء التمرين ثم نعيد تكرار نفس التمرين مرة أخرى القدمين مفتوحة باتساع الكتفين أو أوسع قليلا اليدين أمام مقدمة الجسم لحفظ التوازن النزول بشكل مستقيم والصعود كاملا بشكل مستقيم وما نثني الجذع للأمام حتى ما نشعر بإصابة في أسفل الظهر جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي ايه واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال بكذا نكون انتهينا من الإحماء ندخل على الإطالات وأول تمرين للعضلة الخلفية للفخذ وأكيد عرفتوا الطريقة أنه ما نثني الركبتين ونحاول الوصول لأقصى قدر نستطيع الوصول له حتى تكتسب عضلاتنا المرونة مع بعض يا أبطال النزول على القدم اليمنى مع بعض تمرين جماعة إيه بتدي. واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر القدم الأخرى يا أبطال واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان عشر يعطيكم العافية يا أبطال الآن ننتقل لننتقل لعضلة الفخذ الأمامية ودائما نذكر نتك على جدار أو على جسم ثابت بالشكل هذا نتكع على السبورة ونحاول نعمل التمرين حتى ما نفقد التوازن نتك على جسم ثابت أو على جدار جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي ايه واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر القدم الأخرى يا أبطال القدم الأخرى واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية يا أبطال الآن ننتقل للجزء العلوي من الجسم أول تمرين للعضلة الخلفية أو عضلة التراي بالشكل هذا نفرد اليد معي معي يا أبطال نفرد اليد بالشكل هذا نعيدها للخلف بالشكل هذا ندفع الكوع للخلف حتى نشعر بالعضلة الخلفية هنا ما ندفع بالشكل هذا لا نجيب اليد الأخرى خلف الرأس حتى نستطيع دفعه ونشعر بالعضلة الخلفية هنا جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تس عشر اليد الأخرى يا أبطال واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمان تسعة عشر يعطيكم العافية يا أبطال كذا نكون انتهينا من التمرين الأول ننتهي الآن من التمرين الأخير بهذه الحصة اللي هو سحب اليد اليمنى إلى اليسار باليد اليسرى حتى تشعر بالعضلة الجانبية هنا واليد اليسار باليمنى حتى تشعر ايضا بالعضله الجانبيه هنا جاهزين يا ابطال مع بعض تمرين جماعه ابتدي واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر اليد الاخرى يا ابطال اليد الاخرى واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال انتهينا من الإحماء وانتهينا من إطالات ودائما نذكر بداية كل مجهود بدني مرتفع الشدة مثل لعبك لكرة القدم مارستك للسباحة كرة السلة اليد أو شتى باقي الألعاب سواء فردية زوجية أو جماعية يفترض أنك دائما تبدأ بالإحماء حتى ما ننقل العضلة من فترة خمول إلى مجهود مرتفع الشدة غالبا إذا انتقلت العضلة من مجهود أو من فترة الخمول إلى مجهود مرتفع الشدة ممكن أن تحصل إصابات عضلية قد تعيقك عن لعب الرياضة أو ممارسة الرياضة بشكل بفترة مؤقتة سواء شهر شهرين وقد تصل لأكثر لذلك حتى نتجنب حدوث الإصابات لازم دائما ننقل العضلة من فترة خمول إلى إحماء ثم إلى مجهود البدني مرتفع الشدة يعطيكم العافية أبطال نستذكر شخصنا في الدرس الماضي تكلمنا في البدء المنخفض وقلنا أنه في البدء المنخفض عندي ثلاث مراحل تكلمنا أن المرحلة الأولى هي خذ مكانك يقوم الطالب بأخذ وضع الجثول له الجلوس على ركبتين فترتكز القدمان خلف خط البدء مع ارتكاز احدى الركبتين على الارض يعني جثو على ركبة واحدة وبقاء الاخرى مرتفعة وتشير اصابع اليدين باتجاه الجانبين بوضعهما على الارض خلف خط البدء باتساع الصدر. المرحلة الثانية مرحلة استعد ترتفع ركبه الرجل المرتكزه على الارض بحيث تكون الزاويه بين الفخذ والساق للرجل الاماميه 90 درجه تقريبا ورجل البعيده تكون الزاويه 130 درجه تقريبا وترتفع المقعد قليلا بحيث تكون اعلى من مستوى الكتفين والذراعان ممدودتان بالكامل مع المحافظه على وضع اليدين على الارض ويكون نظرة متجها للاسفل المرحله الثالثه انطلق نشرحها ببساطه خذ مكانك تكون انت واقف بالشكل هذا خلف خط البدء مجرد ما يقول الحكم خذ مكانك تنزل على وضع الجثو على ركبة واحدة، اليدين تشير للخارج خلف خط البدء، تكون اليدين مفتوحة باتساع الصدر، ما تكون بالشكل هذا، ما تكون بالشكل هذا، تكون باتساع الصدر. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة استعد، والمرحلة هذه مهمة يفترض اننا ما نتحرك فيها حتى ما نستبعد من السباق، خذ مكانك معناتها انه آه الخطوة الأولى، الثانية خطوة استعد اللي هي الخطوة الثانية ترتفع القدم الركبة الحرة وتكون تشكل زاوية 90 والركبة الأخرى تشكل زاوية 130 درجة اليدين باتساع الصدر النظر للأسفل مجرد نسمع نداء انطلق ننطلق حتى نفوز بالسباق ودائما البدء المنخفض يكون في السباقات القصيرة لأنه البدء عندي نوعين من البدء عالي ومنخفض المنخفض يكون بالسباقات القصيرة اللي هي 100 و200 و400 متر باقي المنافسات اللي تجري مسافات متوسطة من 800 متر إلى 1500 متر والمسافات الطويلة اللي تكون بال3 كيلومتر إلى 10 كيلومتر تقريبا هذه تكون بدء فيها عالي لكن البدء المنخفض يكون باستخدام مكعبات أرضية ويفترض أنها تكون فقط في المسافات القصيرة الدرس الثاني كان العدو الصحيح العدو الصحيح يتكون من ثلاث مراحل، تكلمنا ان المرحلة الأولى الارتكاز يبدأ الارتكاز على إحدى الرجلين يقابله عمل عكسي للرجل الأخرى، فالارتكاز أمامي ارتكاز خلفي يكون الجسم فيها دائما هنا مرتكز على الجسم الأمامية والارتكاز الخلفي على الرجل الخلفية وهنا يعتبر نهاية لمرجحة الرجل الخلفية بينما الارتكاز الخلفي يكون نهاية لمرجحة الرجل الأمامية، ثم عندي المرحلة الثانية الطيران اللي هو تبادل أو تناسق القدمين من الأمام للخلف. ثم المرحلة الأخيرة حركة الذراعين رح نشرحها باختصار ما رح نتطرق للشرائح لأن أخذنا الدرس بشكل كامل ومفصل في الحصة الماضية رح نشرحها بشكل مبسط قلنا بدء عندي في المنافسات العدو بدئين بدء منخفض وبدء عالي البدء المنخفض يكون من الأرض والبدء العالي يكون من الوقوف تقريبا مع ثني الجذع للأمام بعدها دائما في منافسة اللي هي منافسات إيش العدو عندي مسافات قصيرة متوسطة طويلة رح تختلف طول الخطوة، السرعة في السباقات. فالسباقات القصيرة تحتاج أن يكون في سرعة عالية ولازم يكون تطبيقها بشكل صحيح لازم اطبق المراحل الاولى، مرحله الارتكاز اللي هي على القدم، تكون قدم ترتكز على الارض بشكل صحيح حتى ما نشعر ايضا باصابات، ثم تكون مرحله الارتكاز على القدم الاماميه هي نهايه لارتكاز القدم الخلفيه، مجرد اني اضع القدم الاماميه على الارض، القدم الخلفيه تكون في الهواء والعكس بتناغم الخطوات حتى استطيع الانتقال للمرحله الثانيه اللي هي الطيران، تنتقل القدم الخلفيه للامام ثم القدم الاماميه للخلف، لو نلاحظ كثير مننا تكون طول خطوه اليمين غير اليسار وهذا شيء يفقدك السرعة يفقدك الفوز في المنافسة لذلك لازم يكون في تناغم بالخطوة بين القدم اليمين والقدم اليسار ويكون طول الخطوة واحدة حتى تستطيع المنافسة في السباقات المرحلة الأخيرة قلنا حركة الذراعين حركة الذراعين تكون جانبية لحفظ التوازن وتكون بالشكل هذا ما تكون يديني للأسفل ولا تكون للأعلى لا تكون بجانب الجسم لحفظ التوازن تكون بزاوية 90 تقريبا أيضا تكون القدم اليمنى أو عفوا اليد اليمنى مع القدم اليسرى واليد اليسرى مع القدم اليمنى ما افكر بالشيء هذا اول ما ابدا السباق اتاكد اني اذا بديت بالقدم اليسرى تتقدم معها اليد اليمنى ثم بعدها راح تكون حركه لا اراديه اليد اليسرى تنتقل مع القدم اليمنى اليد اليمنى تنتقل مع القدم اليسرى بخطوات مترتبه ومتناسقه ولا اراديه مجرد اني ابدا صحيح بدون تفكير لذلك ادائها باستمرار راح ينمي عندك القدره بشكل صحيح انتهينا من البدء المنخفض ومن العدو الصحيح اليوم راح ناخذ درس مهم ايضا الوثب العالي بالطريقه السرجيه طبعا الوثب العالي من العاب القوه او من العاب الوثب في العاب القوه اول شيء لازم نعرف ان العاب القوه فيها العاب العدو اللي هي اخذناها في الدرس الماضي اللي هي جري مسافات قصيره متوسطه او طويله اي جري فيها ايش جري عندي العاب الرمي اللي هي رمي الرمح رمي او دفع الجله او رمي المطرقه او رمي القرص كلها رمي، عندي ايضا العاب الوثب مثل الوثب الطويل، الوثب الثلاثي، الوثب العالي. الوثب العالي يكون دائما باستخدام جهاز مرتبه ويكون فيها قائمين وعارضه، ايضا يكون بطريقتين، الطريقه المقصيه وهي الاكثر استخداما بين اللاعبين، والطريقه السرجيه اللي راح نشرحها اليوم دائماً تكون طريقه تعليميه تستطيع الوصول فيها لمنافسات اعلى. خلونا نستعرض الوثب العالي، كثير مننا يمكن ما يعرف وش الوثب العالي. أداء الوثب العالي بالطريقة السرجية يتكون الوثب العالي بالطريقة السرجية من أربع مراحل أول مرحلة الاقتراب يبدأ الاقتراب ما بين سبع وتسع خطوات تؤدى بسرعة ومتدرجة وبزاوية بين 35 و 40 درجة مع العارضة يعني قبل هذه اذا قلنا ان المرتبه هنا والعارضه قبلها بسبع خطوات لازم يكون هنا مرحله الاقتراب، تكون بزاويه 35 40 درجه يكون في ميلان يعني بالشكل هذا حتى اصل للعارضه. الارتقاء. يتم دفع الجسم للامام وقدم الارتقاء مرتكزه على الارض بالعقب، ترتكز على العقب. تقدم الحوض للامام مع ميل الجذع للخلف وبقاء الذراعين خلفها. مرجحة الرجل الحرة للأعلى مع مد الركبة كاملة عند وصول مركز الثقل فوق الخط العمودي للارتكاز يتم مد الرجل ارتقاء عموديا ودفع الذراعين أماما عاليا معناتها المرحلة الأولى اقتراب أنا لما أبدأ الاقتراب قبل الوصول إلى المرتبة يكون الارتقاء الارتقاء لأعلى حتى أتجاوز العارضة ليش أتجاوز العارضة حتى أفوز في المنافسة لمسي للعارضة ما فيها أي إشكال أهم شيء أنها ما تسقط سقوطها يعتبر ايش؟ محاولة خاطئة، لذلك لازم ارتقي بشكل صحيح حتى أدي مرحلة الطيران والهبوط اللي هي رقم ثلاثة وأربعة بشكل صحيح، فقلنا أول خطوة ندفع الجسم من قدم الارتقاء، دائما عندي قدم إما اليمين أو اليسار اللي دائما أرتقي فيها على العقب، أرتقي بشكل صحيح أولاً، يتقدم الحوض للأمام مع ميل الجذع للخلف وبقاء الذراعين خلفهما، يعني بالشكل هذا يكون في منطقة الحوض هنا يكون في ميلان للأمام في للحوض والجذع الطبيعي راح يكون للخلف مستحيل إنك تتقدم بحوضك للأمام وجذعك للأمام دائما إذا تقدم الحوض يكون عكسي يكون الجذع مائل للخلف فالآن اقتربنا بسبع وثمان خطوات ثم بعدها ارتقينا بشكل صحيح على العقب برجل الارتقاء أنا مثلا رجل الارتقاء عندي يمين ثم بعدها في ميلان للحوض للأمام والجذع للخلف، بعدها نمرجح الرجل الحرة اللي هي اللي ما ارتقينا عليها، مثلا انا ارتقيت على اليمين، الرجل الحرة تكون هي اليسار، مع مد الركبة كاملة يعني ما يكون في ثني للركبة تماما. عند وصول مركز الثقل فوق الخط العمودي للارتكاز، يتم مد رجل الارتقاء عموديا ورفع الذراعين اماما وعاليا. المرحلة الثالثة اللي هي التعديه تكون فيها انت في وضع الطيران. عند وصول الرجل الحرة لمستوى العارضة وهي منثنية، تبدأ حركة التفاف الجسم والغطس بالكتفين والراس. دوران الحوض حول نفسه واتجاه رجل الارتقاء للخارج وللأعلى، طيب وصلت الرجل الحرة الرجل الحرة دائما إذا أنا ارتقيت برجل واحدة قدم اليمنى معناتها انه الان وانا في الهواء انتقلت رجل الحره اللي هي اليسرى فوق، مجرد انها تتساوى مع العارضه ذكرنا هنا انه يكون ايش؟ يكون التفاف الجسم بشكل كامل، الف جسمي بشكل كامل، يكون لف الجسم بشكل دائري، يكون دوران الحوض حول نفسه واتجاه رجل الارتقاء للخارج واعلى، رجل الارتقاء دائما هي اكثر سبب لسقوط العارضه وخساره المنافسه، لذلك مجرد اني ارتقي رجل الارتقاء دائما ارفعها للامام ولاعلى حتى ما تسقط العارضه، ادور على نفسي بشكل دائري، الحوض نفسه يدور حتى اتجاوز العارضه. اخيرا مرحله الهبوط بعد اجتياز العارضه يتم الهبوط على كتف الجهه المقابله لرجل الارتقاء، انا والله ارتقيت بالقدم اليمنى اكيد اني راح اهبط بالشكل كامل لاني راح يلتف جسمي واسقط على كتف الجهه اليسرى والجهه اليسرى كامله، اذا ارتقيت بشكل صحيح، اقتربت بشكل صحيح، ارتقيت بشكل صحيح، راح اعدي باذن الله بشكل صحيح اذا اديت الخطوات بشكل كامل. نشوف هنا مرحله الاقتراب نشوف كيف يقترب بجانب العارضه، هذه العارضه يقترب بسبع او ثمان خطوات حتى يصل الى العارضه. ثم بعدها مرحلة الارتقاء نشوف ارتقاء على قدم واحدة، نشوف هنا الركبة ممدودة كاملة، يفترض ان الركبة ممدودة كاملة بالشكل هذا، مجرد ما ترتقي رجل الارتقاء او الرجل الحرة فوق، الرجل الارتقاء في الارض، ننتقل هنا لمرحلة التعديه، مرحلة التعديه شايفين كيف؟ رجل الرجل الحرة اللي ما نطينا عليها، هذه الرجل اللي قفزنا عليها ونطينا عليها، هذه الرجل الاخرى تكون مجرد ما تتساوى مع العارضه يبدا التفاف جسمي شوف كيف كان وضعيه الجسم شوف هنا كيف صار وضعيه الجسم حتى اتجاوز العارضه مجرد ما اني تجاوزت العارضه هذه قدم الارتقاء قدم الارتقاء تكون للامام ولاعلى حتى ما تلامس العارضه وتسقط واخسر على أخسر المنافسة أخيرا الهبوط يكون على كتف الجهة المقابلة فأنا هنا قفزت على القدم اليسرى أكيد راح أهبط على كتف القدم عفواً الكتف الأيمن أخيرا الهبوط يكون دائما الهبوط على مرتبة سمكها خمسة متر إلى ثلاثة متر قبل لا نتطرق على الجانب الأخير وهو الجانب القانوني عرفنا أن الاقتراب من سبع إلى ثمان خطوات عرفنا أن الالتقاء على قدم واحدة مجرد ما تصل القدم الحرة فوق اللي هي القدم الاخرى المعاكسه لقدم الارتقاء يلتف الجسم بشكل كامل ثم السقوط على كتف الجهه المقابله اذا انا نطيت على اليمين راح اسقط على الكتف اليسار معناتها انا اديت حركه الالتفاف بشكل صحيح وعديت بشكل صحيح، المرحله الاخيره اللي هي الهبوط تكون قدم الارتقاء متجاوز العارضه للامام واعلى حتى ما تسقط العارضه بمناسبه قدمي للعارضه. الجوانب القانونية دائما ألعاب القوة تشتمل على كثير من الرياضات ولكل رياضة منها قانون خاص فيها ويجب على كل اللاعبين معرفة القانون الخاص باللعبة حتى لا يقع في الأخطاء ويستبعد من المنافسة وسوف نتطرق في درسنا بعض المواد القانونية للوثب العالي في ألعاب القوة بعض مواد قانون الوثب العالي أولا للمتسابق الحق في أن يبدأ على أي ارتفاع سبق الإعلان عنه وله حرية الوثب على أي ارتفاع يليه معناتها إذا حددوا مثلا طول متر ونصف معناتها أنا لي حق أني أبدأ من متر ونصف وأي إذا تعديت المتر ونصف أي استطيع الاستمرار في المنافسة ولا أحد له حق يبعدني من المنافسة طالما أني مأدي بشكل صحيح ولم تسقط العارضة وما استنزفت محاولاتي الثانية يسمح للمتسابق المتبقي بالاستمرار في الوثب حتى يفقد حقه في المسابقة معنى ذلك إذا والله إحنا وثبنا عددنا عشرة إذا طلع واحد اثنين ثلاثة حتى بقى خمس متنافسين يستمرون بالوثب حتى يفوز واحد بالمنافسة ثم الثاني بالميدالية الفضية ثم الثالث بالميدالية البرونزية معناتها تستمر المنافسة كل ما تعدوا طول معين مثلا وصلنا إلى متر وثمانين سانتي بعدها ننتقل الى متر و85 سنتي ثم الى 90 سم حتى يبقى لاعب واحد يتجاوز في النقطه اخيرا يجب الا تقل مساحه منطقه الهبوط عن 3.5 متر اللي هي عرض المرتبه عرض وطول المرتبة يفترض انها تكون مساحة طويلة حتى لا سمح الله اذا تجاوز اللاعب العارضة ما يسقط يمين او خلف المرتبة وتسبب له بإصابات وكسور ونذكر دائما انه المرتبة يفترض انها تكون سميكة حتى ما تسبب لنا بإصابات اخيرا في نهاية الحصة اذكر انه المهارة جدا ممتعة ولكنها خطيرة ما نحاول تطبيقها في المنزل قد نتعرض لإصابات لا سمح الله نحاول تطبيقها مع مدرس تربية بدنية أو معلم متخصص أو مدرب متخصص وبإذن الله نشوفكم أبطال تمثلون المملكة في المحافل الدولية في نهاية الحصة أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا واستمتعتم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله